فوقها الأستاذ آرام. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أريد أختصر وألخص أنه كما تفضلتم، بس أضيف أنه التأييد مطلوب لهذه الورقة شئنا أم أبينا لشيئين بسيطين، كأفراد أو ككتل دون، لأنه الوضع لا يتحمل أكثر، وأيضا الإصلاح الكل متفقين على أنه الإصلاح ضروري، ولكن أنا أطلب منكم صراحة يعني ككتل وكأعضاء أطلب منكم أن لا نتعامل مع هذه الورقة أو غيرها كردة فعل، يعني يجب أن لا يكون تعاملنا كردة فعل، لأنه نحن نقر بأن أحد مسؤولياتنا كمجلس النواب هي الجانب الرقابي والبدء بالإصلاح والرقابة على المؤسسة التنفيذية وهي الحكومة في البلد. وطبعا لربما نختلف أنه هناك آراء يقول بأنه الخلل الأساس في النظام السياسي، يعني الآن ليس لدينا الوقت أن ندخل في سجالات وجدالات وتعقيد في هذا الموضوع، الخلل أين تكمن في النظام السياسي، لربما لا نتفق، ولكن احتياجات الناس لا يمكن أن يؤجل إلى حين أن نتفق فيما بيننا على اختيار النظام السياسي. هذه هي المشكلة الحالية، لأنه الناس يحتاج إلى كهرباء وماء وخدمات وغيرها. الناس صراحة يعني ملت من أنه إذا إحنا نتفق على النظام السياسي أو لا نتفق على النظام السياسي. وأيضا يعني يجب، كان من المفروض نحن كمجلس النواب صراحة، نحن كان من المفروض نحن أن نبدأ ونضرب الفاسدين بيد من الحديد صراحة. أنا لا أقول صراحة بأنه نحن لم نقم بواجباتنا، لا أقول ذلك، وبدون أن يزعل مني أحد أنا أتحدث عن نفسي شخصيا أو أولا، لأنه كان من المفروض واللي يعقد الأمر في الشارع العراقي أنه لا يجوز لنائب في مجلس النواب، أنا أتحدث عن مجلس النواب، لا يجوز لنائب في مجلس النواب أن يتحدث كمواطن، لأنه أنت في مجلس النواب وأنا في مجلس النواب لدينا صلاحيات، نحن محصن قانونا، لدينا السلطة الرقابية. كان من المفروض أن نبدأ بمحاسبة الفاسدين أيا كانوا، وإن شاء الله يكون الوزير من كتلتي ويكون من مكوني ويكون من قوميتي، إذا ثبت عليه فساد وأوراق الفساد نجي ونحاسبه ونغيره داخل مجلس النواب. هذا هو المطلوب صراحة. أما أنا أروح وأتحدث كأي مواطن عراقي، أتحدث عن المعاناة وعن الكهرباء وعن المشاكل وأجيب أوراق، إذا عندك أوراق قدمها للمجلس النواب خلي نحاسب، إذا عندك أوراق فساد خلي نقدمها للنزاهة ونتابع الأمور، إذا عندك أوراق خلي نقدم إلى المحكمة أيا كانت، نبدأ في أدنى مستويات القضاء المحاكم إلى آخر مستوياتها ونطلع الشارع العراقي نقول هذه هي النتيجة، الحكومة متلكئة، الحكومة ما يسوي هذا وما سوى هذا. لذلك أعتقد بأنه خلي يكون إحنا نتناغم ونتفق مع الحكومة، ولكن أيضا يجب على الحكومة أن ينتبه لحالة بأنه صراحة لا يمكن البدء بالإصلاح بأن مؤسسة داخل دولة يزايد على مؤسسة أخرى، يعني هناك أشياء ينطبق ويدرج ضمن صلاحيات الحكومة ولا بأس بها، ولكن هناك أشياء أخرى، يعني شنو الفائدة إذا مؤسسة يلقي اللوم على مؤسسة أخرى بالمزايدات، وهناك يعني مطالبات غير دستورية بالإصلاح ولا يمكن إنجازها إلا بتعديل قانون، وتعديل القانون يوجد له سياقات، إما أن نتبع السياقات الموجودة والموجودة في الدستور أو القوانين المنصوصة، والحكومة تعرف ذلك صراحة، ولكن لماذا الحكومة يزايد على مجلس النواب ولماذا لا يتناغم مع مجلس النواب لكي أن نبدأ بالإصلاح الفعلي؟ وشكرا جزيلا. شكرا. احنا راح نختم هذا الجانب، اكو طالبي مداخلة راح نترك لهم الحديث.